السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة كاملين يا ربي. يومين ان شاء الله خديت بعض المشتريات وجاتني بعض الهدايا من فرنسا كيف ما كتشوفوا، اللي بغيت نشاركها معكم ونتقاسمها معكم البنات، ونتمنى من الله الفيديو نال اعجابكم. ولا بغيتوا تعرفوا هاد الاشياء هذه بشحال خديتها ومنين خديتها، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو ديالي الى الاخير، وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله البنات. كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت هاد الكويسات هادو على هاد الشكل هذا، خديت منهم 4 بحسابي انا والوليدات ومصدر، ها هما 4 كيف ما كتشوفوا. وخديت هاد النجمه هادي، راني خديتها شحال هادي غير بغيت نتقاسمها معكم لانها عجبتني كديكور، خديتها بغيت نوريها لكم هاد الديكور هذا. ومن بعد ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو كيفاش كل حاجه كيفاش حطيتها في بلاصتها. كما كتشوفوا معايا هاد النجمه على هاد الشكل كطفى وكتشعل. انا هادي كنت خديتها اون بروموسيون، يعني خديتها رخيصه بزاف الشكل هذا. وخديت هاد الديكور هذا كيف ما كتشوفوا، هادو بحال سليلات ثلاثه بهم كيجيو على هاد الشكل، انا غنوريهم لكم دابا. على هاد الشكل كيجيو ديكور، انا باغا نحطهم في واحد لي طاجير عندي في السيجور ديالي. هادو تقدروا ديرهم حتى في الحمام، في تعملوا فيهم القطن بزاف الحوايج كذا، يعني فوق لي كومود على هاد الشكل كيجيو. وكنجمعوهم هكا وخديت هاد القطاعه هادي غنخليها انا غير الخبز، نقطع عليها الخبز صغيوره هكا، عجبتني وعندها هاد العيبه ملي كتعلق على هاد الشكل هذا. وخديت معاها هادي كبيره، هذه قطاعه يعني هذه اللي زويتها في تان بلون دو طرافاي كما كتشوفوا معايا، عندها واحد الجنب هكا كتقدو ديروها على البوطاجي وكتشد البلاصه ديالها ما تبقاش تزلق معاكم. هذه زوينه بزاف كانت عجباني شحال هذه، ويلا كتاب اني ناخذها دابا مع سيدنا رمضان على الابواب ان شاء الله، الله يدخل عنا عليكم بالصحيحه والسلامه. وخديت هاد لي تيرموس هادو، هادو كيجيو زوينين البنات كيعجبوني، دائما كانوا كيعجبوني ودابا يلاه كتابت هما هي خديتهم لرمضان ان شاء الله. القهوه والحليب كيخليهم سخان، نقدروا نوجدوهم بكري ونخليوهم سخان الفطور ان شاء الله. وخديت هادو طروفه ديال الثوب في ايكيا كيكون فيهم 1.50 متر على 3 متر، هادو تقدروا ديهم يعني هما يا واجدين، تقدري تديهم غير الخياط يخيطهم لك دي غيدو ساهلين، غير تكفيفه من تحت ومن الفوق. انا هادو غنستعملهم لي ماطلا ديال ولادي، ديال بنت العز ولادي، غنديرهم لهم دي هوس دو ماطلا، نخيطهم لهم بجوج دي هوس دو ماطلا، عجبوني في هاد لاكولور وفيهم واحد العريشات بواحد الشكل اللي زوين كيف ما كتشوفوها هما في الصوره، عجبوني يعني عجبوني وجاوني في الذوق ديالي وخديتهم. وخديت البنات هاد لي كوسان هادو باغا نديرهم في واحد لي كانابي عندي في السيجور، خديت جوج على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، زوينين يعني عجبوني فيهم هاد الموتيف، خديت منهم جوج على هاد الشكل. وعملت معاهم هاد لو كادغ هذا، راه كنت عملت واحد لا فيديو نزلتها كيفاش كنصوب هاد لي كادغ فوتو، راه غادي تلقاو ان شاء الله صندوق الوصف باش يجيوني يعني اسورتي مع هاد لي كوسان، وغادي نعملهم في السيجور ان شاء الله. في فيديوهات قادمه غادي تشوفوا كيفاش كنوظف هاد المشتريات ديالي. وفي نفس الوقت خديت هاد لي موشوار هادو اللي هما منهم صوبت هاد الكادغ هذا، وخديت ليهم هاد التيبوره هادي على شكل فريخ زوينه فيها ان كور، حتى هي كيجيو فيهم بحال هكا، دابا غير باقا ما حليتهمش على هاد الشكل. ودابا البنات غندوزو للهدايا، هادي هذا ديكور ديال لا تور ايفيل، كان الزوج ديالي مشى لفرنسا وجابو، عجبني يعني زوين يعني في المنظر ديالو. وكنت وصيتو البنات على واحد لي بواط ديال التخزين ديال الملابس، ولكن ما عرفش جاب لي هادو دابا غندير فيهم انا غير الصبابط، ها هما عامله فيهم الصبابط باش تشوفوا معايا كيف كيجيو. هادو دي بواط هما دي توكيو، انا عامله فيهم لي بوتين ديالي، ها هما اللي كانت هما جابهم ليا. نورمالمون انا كنت بغيت وحدين بحال لي فاليز كتجمعوا فيهم الحوايج ديال البرد اولا ديال الصيف، ولكن ما عرفش. المهم هادشي اللي عرفوه هو راه جابوه، حتى دابا راه غنقضي بهم، حتى هما زوينين. وجاب لي هذه حتى هي، هذه كانت عندي وحده في بيت ولادي، وجاب لي وحده اخرى كما كتشوفوا راه هي زوينه، غادي نستعملها غادي ندير لها بلاصتها، كيكونوا فيها لي زيطاجير وفيها هاد الجنيبات هذه تقدري تعلقي فيهم اي حاجه، فيها هاد الجيوب هذه حتى هي
يعني هذه متعددة الاستعمالات، نعملوها في الباكار ديالنا ونعملو فيها بزاف الحوايج، واي حاجة بغينا نخزنوها في دولاب الملابس. وهادو هما المشتريات البنات والهدايا اللي جاتني. نتمنى من الله الفيديو نال اعجابكم وعواشركم مبروكه، وكل عام وانتم بألف خير. ولا كتشوفوني اول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا جيم وبارطاجيو، وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.